رجعنا في الفقرة التانية، والفقرة التانية احتفال برنامج صحتك ثروتك بقدوم شهر رمضان. احتفال بدري شوية لأن الموضوع اللي بنتكلم فيه محتاجين نرتب له من دلوقتي. دايما كنا بنتعامل الموضوع ده ليلة الرؤية، الحق اجري واشتري والكلام ده كله. مفيش بيت في رمضان في الغالب ما بيخلاش من البروتينات، سواء كان لحمة فراخ. نادر لما تلاقي حد بياكل فول، مش عارف ليه، برغم ان انا بحب الفول. خلينا النهارده نتناول قصه اللحوم بشكل مختلف، ونرحب بضيف ضيفكم طبيب بيطري الدكتور سعيد ابراهيم، صاحب ومدير شركه ايجي جرين. اهلا وسهلا. دكتور سعيد منورني. ده انورك يا دكتور علاء. على فكره انت ليك معايا ذكرى والله بجد. جميل. دايما بجيبك في المناسبات السعيده. ايوه. انت فاكر الحلقه اللي فاتت كانت امتى؟ كانت قبل العيد الاضحى، وكان موضوعها اختيار الاضحيه. حلو. كل سنه وحضراتكم ومصر بخير يا رب والجميع. قبل رمضان. اه. دكتور سعيد، هي اللحمه ليها فايده ولا ملهاش لحمه الاول؟ عشان مش عارف. ليها فايده ولا ملهاش فايده؟ طيب احنا ليه بناكل اللحمه يعني؟ او ليه لازم ناكل اللحمه؟ اللحمه ده مصدر اساسي للبروتينز. هايل. للبروتينات، والبروتين زي ما حضرتك عارف يعني يا دكتور علاء دي بتدخل في حاجات كتيره في الجسم جدا يعني. منها الاعضاء الحيويه، ومنها كمان الأنشطة والإنزيمات والهرمونات والتكوين، الحاجات دي كلها. فهي حاجة يعني ضرورية جدا لبناء الجسم وإكمال الأنشطة الحيوية بتاع الجسم كله. تمام. طيب البروتين أو اللحمة يعني عبارة عن إيه يعني؟ عبارة عن بروتينز. طيب البروتينز دي بتتكون إزاي؟ هي ببساطة شديدة جدا ذرات كربون وذرات هيدروجين وذرات نيتروجين وذرات اكسجين بتتحد مع بعضها بتكون ما يسمى بالامينو اسيد. هي الاحماض الامينيه. الاحماض الامينيه دي هي الاساس بتاع تكوين البروتين. تمام. الاحماض الامينيه دي بترتبط ببعضها عن طريق سلسله معينه من التفاعلات وبتكون ما يسمى بالبروتين. ودول حوالي ان احماض الامينيه بتبقى حوالي 20 نوع من الاحماض الامينيه. تمام. المصدر الأساسي للأحماض الأمينية ده هو البروتين، هو بناخده من البروتين الحيواني أساسا يعني. تمام. العشرين نوع دول عبارة عن ثلاث أنواع من الأمينو أسيد أو الأحماض الأمينية. تمام. في منها اللي هو essential أمينو أسيد أو أحماض ضروري. أمينية ضرورية. ليه سموها ضرورية؟ لأن الجسم ما بيقدرش يصنع الأحماض دي. هي. فمن الضروري إن هو ياخد الأحماض الأمينية دي من الخارج، من مصدر خارجي. بالظبط. exogenous source. طيب النوع الثاني منها الاحماض اللي هو نون اسينشال امينو اسيد او الاحماض الغير ضروريه. ليه برضو غير ضروريه؟ لان الجسم يقدر يصنعها مع نفسه. النوع الثالث اللي هو كونديشنال امينو اسيد، اللي هو بيصنعها الجسم تحت ظروف معينه. تمام. دول الثلاث انواع تقريبا اللي هو عاداتهم 20، ومن الاحماض الامينيه المشهوره مثلا زي اللايسين والميثيونين. تمام. طيب احنا كده قدرنا ناخد العناصر دي من من المصدر الحيواني عشان الجسم يستفيد بيها. تمام. طب السؤال بقى اللي احنا عاوزين قد ايه من الامينو اسيد في اليوم او من الاحماض الامينيه؟ هتكلمني بقى على الاحتياجات اليوميه للحوم. للجسم. للجسم. البني ادم احتياجاته اليوميه ايه؟ بالظبط. هو عاوز قد ايه؟ عاوز قد ايه من البروتينز؟ هو الجسم بيحتاج من 0.8 ل 1 جرام لكل كيلو جرام. يعني 8 من 10 من 8 من 10 ل 1 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم. يعني بمعنى واحد عنده 70 كيلو. ايوه 70 هيبقى او 70 جرام بس كده ببساطه. 70 جرام في اليوم. في اليوم. في اليوم يعني في الشهر حوالي 2 كيلو و10 جرام. خلينا ناخدهم باليوم عشان تبقى بسيطه. 70 جرام عشان كده يعني احنا مش محتاجين انها قوي على يعني انت الوزن وزنك تضربه في واحد بالظبط يطلع هو ده عدد الجرامات اللي انت محتاجها من البروتين يوميا. يوميا. تمام. البروتين الحيواني يوميا. دلوقتي بنتكلم على البروتين الحيواني. بالظبط بالظبط اللي هو البروتين اللي من مصدر حيواني. يعني اللي هو بيحتوي على الامينو اسيدز اللي احنا قلناها. تمام. خاصه الاسينشال امينو اسيد اللي محتاجها الجسم. تمام. يبقى جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم. تمام كده. 70 كيلو واحتاج 70 جرام بس. تمام. عشان كده انت بتلاقي في اوروبا وفي الحتت التانية دي بيروح يقول له انا عاوز شريحه لحم وزنها مش عارف قد كده كام جرام او. تمام. الكيلوهات والحاجات دي. احنا عندنا رحت الجزار وقلت له يقول لك ده انت انسان بخيل على فكره. لا احنا عندنا عاوز يروح ياخد بالكيلوهات يعني مش بالجرامات يعني. تمام. فده اللي محتاجه الجسم من الامينو اسيد او من البروتين في اليوم. تمام. طيب في انواع للحوم مختلفه في السوق؟ طبعا احنا عندنا تقريبا اللحوم بتنقسم لنوعين، يا اما لحم ابيض يا اما لحمه حمراء.
فاللحم الابيض زي الطيور الدواجن مثلا، وزي كل الانواع بقى عندك الدواجن بانواعها كلها، وزي البط وزي يعني اللحم الابيض هنا مش المقصود بيه الدهون، لا مقصود بيه اللي هو حاجه زي ما قلت الطيور. لا هو اللحم الابيض يعني الطهور. تمام. الطيور. تمام. الطيور ومنها كمان نضيف عليها السمك، يعتبر من ضمن اللحوم، يدخل البيضة. من ضمن اللحوم البيضة. تمام. تمام. اللحم الاحمر ده معروف بالنسبه لنا العجول والابقار والغنم والجمال والغزلان، يعني لو كان حد فينا بياكل غزلان يعني. تمام. فدي مجموعه اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء. طب وانا افيد للجسم اللحوم الحمراء ولا اللحوم البيضاء بقى؟ جميل، ده سؤال. لا سيبني بقى اجل السؤال ده بعد اذن حضرتك شويه، بس هنقول نبدا باللحوم الحمراء الاول، وايه الفرق بين اللحوم الحمراء. طبعا يعني هو زي كمان في فرق بين اللحوم الحمراء. طبعا اللحوم الحمراء بينها وبين بعضها في فروق. تمام. تمام. عندك مثلا لو قلنا اللحوم الحمراء نقول لحم الجمل مثلا. الجمال، لحم الجمال في بلاد معينه وقرى معينه عندنا في مصر بيعتمدوا اساسا على لحم الجمل. تمام. تمام. بيبقى هو ده المصدر الاساسي للحمه الحمراء عندهم. فلحم الجمل له خصائص معينة وطريقة معينة والكل عارفه يعني. كمان الكبدة الجملي ليها قصة تانية، وفي محلات قايمة مخصوص على صناعة أو طهي الكبدة الجملي. تمام. المخصوصة بيها. نيجي بقى للنوع التاني اللي هو الأغنام أو الماعز. الأغنام والماعز دي اللي هو كل الباربيكيوز اللي بتتعمل غالبا الشواء والحاجات ده كلها بتبقى أساسا من الأغنام. تمام. والماعز يعني ده أفضل لحم للشوى، تعمل عليه مشويات، هو لحم الأغنام ولحم الماعز. نيجي بقى للكومن اللي احنا كلنا بنستخدمه المنتشر، اللي هو ايه بقى؟ البقري أو الجاموسي. تمام. البقري أو الجاموسي في الحقيقة بينقسم لقسمين. يا إما الاتنين نحطهم تحت كاتيجوري واحدة، تحت كلاسيفيكيشن واحدة، اللي هو ايه، نقول اللحم البقري مثلا. تمام. بيبقى فيه نوعين، يا إما بتلو يا إما كاندوس. تمام. طب ازاي بقى حضرتك انا افرق بين اللحمه البتلو وبين اللحمه الكندوس، وانهي افيد، اللحمه البتلو ولا اللحمه الكندوس؟ اللحمه البتلو اولا بتبقى لونها فاتح، ما هياش لان غامقه، صح؟ مش بقى غامقه، لا بتبقى فاتحه. عمر الحيوان بيبقى اقل من سنه. الورد الفاتح بتاعها بالظبط. الفاتح قوي. تمام. نمره اتنين، عمر الحيوان بيبقى اقل من سنة. وبالتالي نسبه الالياف فيها بتبقى قليله، نسبة الدهون فيها بتبقى قليلة، نسبة المية فيها بتبقى عالية. أعتقد عشان كده بتستوي بسرعة. بتستوي بسرعة. طيب أنا بستخدمها في يعني من نسبة الدهون القليلة، نسبة الألياف القليلة، نسبة المية العالية. حاجة صحية جدا على فكرة. أيوة. أنا بستخدمها للأعمار الصغيرة عشان دي مفيدة جدا بالنسبة لهم، والأعمار الكبيرة في السن، الناس اللي هم التايبيتك والهايبرتنشن، اللي هم عندهم الأمراض المزمنة، اللي مش محتاج وعنده مشاكل في الكبد وعنده مشاكل، مش محتاج عاوز حاجة خفيف، سهلة الهضم، خفيف. فالبتلو أنا بنصح بيه إن الناس دي تستخدم اللحمة البتلو في النوع ده. طيب نيجي بقى للكندوز. الكندوز ده غالبا بيبقى عمر الحيوان أكبر من سنة. تمام. كويس. عكس البتلو تماما. تمام. نسبة الألياف فيه عالية، نسبة الدهون فيه بتبقى عالية برضو. الدهون بتترصب بين طبقات اللحم، بتبقى لير ولير، يعني طبقه وطبقه. تمام. يعني طبقه دهن وطبقه لحم. وده احسن نوع من اللحم يتعمل ستيك. ده احسن نوع ليه؟ عشان طبقه الدهن مع طبقه اللحم بتدي مذاق على فكره. طيب. رجعت رغم ان احنا في الفطار. انا جوعت. احنا لسه في رمضان يا ريس. انا جوعت. ده بيدي احسن مذاق بالنسبه للحم نفسه. تمام. اللون بتاعها بيبقى غامق. يعني احمر زهري او صح. احمر غامق. صح. او اللون القرمزي الغامق. تمام. ده من الفيرست لوك، من النظره الاولانيه تقدر تفرق ما بين الكندوز بين البتلو وبين الكندوز. طب امتى بقى استخدم الكندوز؟ لا طبعا للاعمار اللي هي لا هي صغير قوي ولا هي كبير قوي، الاعمار الشبابيه دي هم دول اكتر ناس، لان بيستهلكوا طاقه كتير وبيعملوا تمرينات كتير والحركه بتاعتهم اكتر. فالنصيحه اليوم ان هو لحم الكندوز بيبقى افضل في الحالات دي، او لو هو عاوز يعمل ستيك او غيره. بس انت قلت في لحم بقري وفي لحم جاموس، ايه الفرق بين الاثنين؟ هما الاثنين فصائل مختلفه، لكن الاثنين بيدوا نفس الخصائص. نفس الاختلاف بتاع في اللبن بس بتاع الجاموسي والبقري، التركيبه بتاعته بتختلف. انما لحمه الجاموسي، لكن اللحم الجاموسي هي نفسها لحم البقري، مفيش فروقات كبيره بينهم الاثنين يعني. طب انا السؤال مش هنساه، اللحمه البيضاء واللحمه الحمراء. اللحمه احنا كده اتكلمنا عن اللحمه الحمراء. كويس. اللي هي ايه؟ قسمناهم الجمال والخرفان والماعز والابقار. تمام. بس قبل ما اللحمه البيضاء
هرجعك تاني للحمه الحمراء. انت مش عايز تتكلم عن اللحمه البيضاء؟ اه لا ده, ده 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 قصه ده قصه طويله. اللحمه ده في خناقه في اللحمه البيضاء. اللحمه الحمراء يعني ايه احسن حته اقدر اكل منها اللحمه الحمراء؟ يعني اروح للجزار اقول له قطع لي من الحته دي تمام وما تقطعليش من الحته دي. هقول لحضرتك الكرامب بيحصل ازاي؟ التشنجات العضليه بتحصل ازاي؟ بتحصل نتيجه اجهاد العضله تمام، فبيحصل لها تقلصات عضليه تمام. ده نتيجة ترسيب اللاكتيك أسيد. طب اللاكتيك أسيد أو الحمض اللاكتيك بيترسب إزاي في العضلة نفسها؟ بيترسب لأن العضلة دي بتبذل مجهود كتير جدا، فنسبة الأكسجين اللي داخل والدم اللي داخل ليها بيبقى قليل تمام، فالعضلة محتاجة أكسجين ومحتاجة طاقة تمام، فبتروح مكسرة الكربوهيدرات الموجودة فيها، الكربوهيدرات الموجودة فيها وتحولها اللاكتيك أسيد. اللاكتيك أسيد ده بقى بيدي طاقة للعضلة في عدم وجود الأكسجين تمام، فبالتالي هي بتنقذ نفسها العضلة وجود اللاكتيك اسيد. فاللاكتيك اسيد ده لما بيشغل العضله بس ساعات بيزيد عن حده فبيبقى هارمفول او مضر بالنسبه للعضله فبيعمل التشنج. منظرك كوير يا دكتور سعيد. ايوه منظرك كوير، انت بتشرح حالات اللعيبه. طب انا بشرح بالظبط يا ريس، انا بشرح ليه القصه دي؟ لان العضله اللي هي بتبقى معرضه لفيزيكال ايفورت عالي يعني بتشتغل كتير دي عضله ما تاكلهاش. العضله دي بيبقى نسبه الالياف فيها عاليه، نسبه اللاكتيك اسيد فيها عالي، نسبه الحاجات دي، فدي مش مفيده قوي تمام. طب العضله انهي اللي انا اكل فيها اللي هي ما عليهاش حركه كتير تمام. عارف زمان العرب قالوا ايه؟ خير اللحم ما جاور العظم. العرب قالوا كده زمان، وحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اطيب اللحم لحم الظهر تمام. يعني ايه؟ يعني اللحم اللي بيلاصق للعظم هو ده اللي تختار منه. ممكن عشان كده فضل على الفقره 3 دقايق خلاص. احنا كده ايه؟ احنا كده قلناها. ندخل بقى على الفراخ البيضاء تمام. سؤال بسيط، الفراخ معروفه كلها بس الناس بتقول لك فراخ البيضاء ولا البيضاء ولا البلدي؟ البيضاء ولا البلدي صح؟ البيضاء ولا البلدي دي المشكله تمام. طيب انا هقول لك يا سيدي الفاضل، الفراخ البيضاء كان زمان جدا كان زمان تقنيه الفراخ قبل جنون البقر كانوا بيحطوا مطحون اللحمه والدم والبتاع مع العلف. دلوقتي غيروا الموضوع ده، منعوا استيراد الحاجات دي وابتدى يعملوا العلف الطبيعي تمام. زائد ان عندنا 5 شركات لانتاج جدود والامهات في مصر، دول بيحسنوا الوراثه الجينات الوراثيه للفراخ عشان ترمي لحم بسرعه، يعني معدل التحويل بتاعها بيبقى سريع جدا تمام. وعشان كده الفرخه في خلال ال 40 او 45 يوم بيوصل وزنها 2 كيلو او اكتر. يعني الفراخ البيضاء دلوقتي غير زمان. الفراخ تماما تمام افيد افيد تمام افيد. طب الفراخ الحمراء؟ الفراخ الحمراء ما عندهاش التقنيه الجينيه دي، ما عندهاش المعدل التحويل الوراثي ده، ما عندهاش معدل التحويل ده، فبالتالي وزنها بيبقى قليل. ليه؟ لان التغذيه بتاعتها مش زي تغذيه الفراخ البيضاء تمام. فبالتالي لا، الناس كانوا بيقولوا لا ان هي في مشكله في الفراخ البيضاء. لا انا بطمن الناس كلها، الفراخ البيضاء تتاكل وما فيش فيها اي مشكله خالص. اذا ما فيش مشكله دلوقتي ما بين الفراخ البيضاء والفراخ البلدي؟ بالعكس، ده انت لو خيرت روح خد الفراخ البيضاء ما تاخدش الفراخ البلدي. انا لو خيرت كنت اقعد معاك 3 ساعات اتكلم على موضوع اللحوم. حبيبي يا ريس، كل سنه وحضرتك طيب. رمضان. كل سنه وحضرتك طيب يا ريس. تفاءل صحتك ثروتك بشكل مختلف برمضان. اتمنى ان احنا نكون ضفنا اضافه جديده لحضراتكم في كل بيت بيحتاج اللحمه في كل يوم في رمضان. خليني اشكر هو جرام بس اتفضل جرام بس جرام بس جرام بس الكل وكيل. خليني بنام عنكم ارحب اشكر الدكتور سعيد. دكتور سعيد ابراهيم اشكرك. اهلا فيك يا فندم، اهلا بيك، وان شاء الله هيبقى لنا بالتاكيد حلقات كتيره لان احنا بنتكلم على التغذيه بشكل مختلف ان شاء الله. خلصت الفقره الثانيه. كل سنه ومصر والعالم العربي والاسلامي كله بخير يا رب. كل سنه طيب. خلصت الفقره الثانيه، خلينا بقى نستعد للفقره الثالثه، قصه بكساج جيل وايه وضعه في السوق الدواء المصري وهل فعلا بيضيف جديد ولا لا. فاصل ونواصل. من الام المفاصل بتعاني من خشونه الركبه؟ عندك مشاكل في العظم؟ بيكساج جل أول منتج متخصص لجميع آلام العظام والعضلات والعمود الفقري النهارية وأيضا الليلية. بيكساج جل مش جل واحد، لا ده 2، واحد نهاري باللون الأزرق
علشان لو بتعاني من الآلام ووجع وانت رايح شغلك الصبح أو مش عارفة تعملي شغل البيت. والتاني ليلي أحمر، ده عشان تعرف تنام بشكل طبيعي وبهدوء. بيكساج جيل حاصل على تصريح وزارة الصحة. بيكساج جيل النهاردة مستحضر مكون من أعشاب طبيعية، مستحضر في صورة جديدة، صورة البام، مستحضر بنستخدمه صباحا ومستخدمه مساء. نصيحة مني، البيكساج جيل هو رقم واحد في كل الألام المتسمية. بيكساج جيل، والأول مرة جيل مزود ببامب علشان تتحكم في الجرعة المطلوبة بمنتهى الدقة. بيكساج جيل متوفر بعبوتين، كل عبوة 200 جرام تكفي لمدة شهر كامل. للحصول على بيكساج جيل يرجى الاتصال على الأرقام التالية. احصل على خصم 20%.